عهد يا محمد عهد نهجك نضل للأبد عهد يا محمد عهد نهجك نضل للأبد يا شهيد الله يا أكرم شهيد يلي بشفاف الوطن أجمل نشيد يا شهيد الله يا أكرم شهيد يلي بشفاف الوطن أجمل نشيد عهد 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 نجتمع اليوم لتهبين الذكرى السنوية لشهيد المحراب. هذا الرجل الذي أعطى العراق كله، أعطى عائلته، أعطى نفسه، أعطى كل جهده بالحقيقة في سبيل توحيد كلمة الشعب العراقي. كان شخصية شمولية بامتياز، استطاع أن يرفع مظلومية الشعب العراقي في المهجر، واستطاع بالحقيقة أن يجمع كلمة العراقيين بعد سقوط النظام. إقامة مثل هكذا مناسبات تخليد لهذا الشهيد الكبير وكل شهداء العراق اللي نضحوا من أجل حق الخلاص من براثن النظام. شهيد المحراب موسوعة كبيرة في كثير من المجالات، من الصعب في هذه اللحظة أن للإنسان المرافق له أن يصفه وصفا دقيقا كاملا، لأنه رجل مجاهد وضحى بنفسه وعياله وأخوته وأصحابه في سبيل القضية العراقية، في سبيل الشعب العراقي، بل في سبيل الأمة الإسلامية. كما ترى الوضع الحالي، كان سياسيا وكان مؤلفا ومدرسا ومعلما وكان كبيرا جدا في كل المجالات. خسرته الأمة العربية بحيث أنه كان مساعد لوالده المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محسن الحكيم رحمه الله، وعانى ما عانى من أجل تشكيل المجلس الأعلى في طهران، ثم بذل كل الجهود الممكنة للقضاء على النظام السابق، النظام المجرم، النظام العفلقي، نظام صدام حسين. حقيقة أنا عاشرته في سجن أبو غريب عندما سجننا سوية عام 77، فكان صلبا شجاعا مقداما صبورا، كان يصبرنا، يقرأنا القرآن، يصلي بنا جماعة ويهدئنا. قال هم أرادوا أن يختبروكم في هذا السجن، يرون مدى حبكم للحسين ومدى حبكم للتشيع وللعقيدة. وقضينا أوقاتا كانت صعبة في تلك الوقت، ولكن أنا أعتبرها الآن هي مدرسة لنا وسعيدة. وبعد خروجنا من السجن استمرت العلاقة معنا في النجف وفي طهران وفي أوروبا. فهو الرجل مناضل، لم يبقي
وقتا أو مكانا حتى يتحدث عن جرائم النظام وعن مصيبة الشعب العراقي بهذا النظام الكافر الذي قتل الملايين في حروبه، في سجونه، في معتقلاته. لذلك يندر وجود مثل هذا الإنسان، مع احترامي لكل الشخصيات الإسلامية المحترمة، ولكن هذا كان مفكرا وكان داعما لقائد الثورة الإسلامية الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. فهو منبرا، وإن شاء الله الأخوة الأعزاء هم سائرون على هذا المنهج والقادة موجودون، وإن شاء الله تتحقق أمنياته. وهو الذي رسم العراق الجديد والحكومة الجديدة عندما كان موجودا في النجف بعد قدومه من الجمهورية الإسلامية، تسلم القيادة الإسلامية وقيادة العراق، وكان هو مقصدا لكل السياسيين في العراق. والحمد لله أدرك الاستعمار والاستكبار العالمي وآخرين أن وجود هذا الشخص هو الذي يعتبر مثل الشمس مقابل الأضواء الأخرى. رحمه الله وأعلى مقامه. نعزيكم جميعا وأنفسنا بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى استشهاد شهيد المحراب. الشهادة هي فخر، أعلى مرتبة من مراتب الإنسان أن يصل إلى الشهادة. فكيف إذا كان هذا الشهيد هو مرجع من مراجع الحوزة العلمية، مراجع الأمة الإسلامية؟ الشهيد العزيز الذي هو من عائلة شريفة أطلقت عليها المرجعية الدينية، عائلة الشهادة والفقاهة. فهذا الشهيد قدم نفسه وأهله من أجل تحرير العراق من ظلم صدام، تحدى للظلم، تحدى للطغاة، تحدى للتكبر، وتصدى لأكبر نظام طاغية في العراق وهو نظام صدام. فتحمل العبء الفقهي والعبء الجهادي والسياسي، وهو من سعى لإسقاط هذا النظام بتحركه العالمي على الأمم المتحدة، على دول العالم، والتحرك الجهادي من خلال فيلق بدر والمجاهدين في الداخل. فهذا الرجل عظيم
ولذلك أطلق على هذا اليوم يوم الشهيد العراقي، فهنيئا له، السلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. في هذه الذكرى الأليمة في هذا اليوم الأول من رجب، حيث نستعيد الذكرى لشهادة شهيد المحراب الخالد الذي كان إنسانا عظيما وقدوة ورساليا، والميزة التي تميز شهيد المحراب حيث كان عالما مجتهدا بالإضافة إلى كونه قائدا سياسيا، فاستطاع أن يعطي منهجا رساليا في الوضع السياسي، لأن كما تعلمون أن السياسة اليوم قد مارسها الأراذل ومارسها في المكر والحيلة التي نجدها في العالم اليوم تمارس، وأخذت عنها نظرة سلبية. استطاع هذا الإنسان العظيم ابن الإمام الحكيم ابن حوزة النجف الأشرف بعلمه وجهده أن يضع منهجا لمن يريد السير ويريد الخوض في العمل السياسي والحفاظ على دينه والحفاظ على مبادئه. فكان شهيد المحراب حقيقة الإنسان القدوة في هذا الطريق وفي هذا المجال، واستطاع أن يقدم الكثير، وآخر ما قدم قدم حياته الشريفة المباركة عند مرقد أمير المؤمنين. وفي هذا اليوم اليوم الأول من رجب وقد كان صائما، فبقي ذكره في القلوب ومنهجه في الدروب، وهو إن شاء الله في عليين. في الأول من رجب ذكرى حزينة على قلوب العراقيين وعلى النجفيين وعلى الحوزة العلمية والعلماء في النجف الأشرف، رحيل آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم الذي فقدناه حقيقة في ظرف عصيب، ظرف كنا في أشد الحاجة إلى مثل هذه الشخصية المجاهدة في إرثها العلماء إرثها الجهادي، أسرته التي ضحت في سبيل العراق سبيل النجف. حقيقة نستذكر هذا اليوم بكل ألم وبكل فخر وبكل اعتزاز مثل هكذا شخصيات لقدمتها شهداء النجف الأشرف والحوزة العلمية والخط الجهادي للعراق في سبيل الحرية، سبيل إعلاء كلمة العراق، سبيل إعلاء كلمة هذا البلد الذي يحتاج إلى المزيد من التضحية، مزيد من العمل. وكلنا إن شاء الله نسير على هذا الطريق الذي رسمه شهيد المحراب والشهداء الذين استشهدوا معه. نجتمع اليوم جميعا لإحياء يوم الشهيد العراقي، هذه المناسبة التي أقرها البرلمان العراقي بمناسبة
ذكرى استشهاد آية الله العظمى شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، هذا الرمز الوطني والرمز الديني الذي شكلت حياته ومسيرته انعطافة مهمة بالتاريخ السياسي الحديث للعراق وعلى المستوى الشعبي والمستوى السياسي والمستوى الإقليمي والمحوري والدولي أيضا. لقد كان لجهاد شهيد المحراب ولأطروحاته ولنظرياته الأثر الكبير في تشكيل هذه الانعطافة، ولذلك رأينا أنه شهيد المحراب عندما رجع إلى العراق كان محط أنظار الجميع وكان مستهدف من قبل الجميع، وما تصفيته بوقت مبكر إلا دليل على خوف قوى الاستكبار العالمي من رؤية هذا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وما يحمله من أطروحات لمستقبل أفضل للعراق. الحمد لله شهيد المحراب رحل بجسده، ولكن روحه لا زالت باقية، أطروحاته لا زالت باقية، رجالات تيار شهيد المحراب ورجالات السيد محمد باقر الحكيم لا زالوا موجودين يؤدون هذا الدور بأبرز جوانبه على المستوى السياسي والشعبي والإقليمي والدولي أيضا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم. في ذكرى شهيد المحراب الخالد، شهيد العراق الكبير، شهيد الإسلام الكبير، نجدد العهد والولاء والوفاء لخط المرجعية، خط الإمام الخميني، خط الإمام الحكيم، خط الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، ونقول لكل العالم نحن عشاق للشهادة، نحن أتباع الشهداء، أتباع الأنبياء والمرسلين، نحن أنصار آل بيت النبي صلوات الله عليه أجمعين. انظروا بعد كل الويلات والنكبات والمظالم أن الشعب العراقي يستذكر ذكرى شهيده الكبير، شهيد العراقي وشهيد الإسلام وشهيد العدل والمظلومين. فسلام عليه يوم ولد في كنف والده المرجع الكبير آية الله محسن الحكيم، وسلام عليه يوم هاجر في سبيل الله وفي سبيل مستضعفين أهل العراق، وسلام عليه يوم استشهد في محراب جده أمير المؤمنين في أول من رجب قبل 21 عاما بعد سقوط الطاغية، وصلى الله على محمد وآل محمد.
نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي أجمع والمذهب الشريف والمرجعية الرشيدة باستشهاد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم، هذه الشخصية الفذة، هذه الشخصية التي تنحدر من عائلة كريمة ومجاهدة لها ما لها بساحات الجهاد والقتال. حقيقة بالنسبة لدور العشائر خاصة في مساندة المرجعية الرشيدة، أولا من زمن سيد محسن الحكيم وفي زمن الشخصية المجاهدة سيد محمد باقر الحكيم، وجاهدت لها الكثير من الشخصيات اللي استشهدت أثناء فترة الجهاد بأبان النظام السابق، خاصة اللي شهد لهم التاريخ شخصيات مهمة رسخت في العراق الجديد، وبينت أن هاي الشخصيات العشائرية اللي سندت المرجعية الرشيدة وسندت الشهيد المحراب كان لها ما لها. واليوم الحمد لله والشكر، يعني اليوم الذكرى تأبين شهيد المحراب هو يوم تاريخي يجدد كل سنة تحت لواء المجلس الأعلى الإسلامي اللي كان له الدور الأساسي وفي هذه اللبنة المهمة. كل عام أبناء العراق كافة وأبناء شهيد المحراب يستذكرون هذه الذكرى الأليمة التي مرت على أبناء الشعب العراقي، هو استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، الرجل السياسي والمجاهد من أجل نصرة العراق ومن أجل شعبه. وما نلاحظه اليوم من اختراقات أمنية من قبل القوات الأمريكية هي كانت اليوم الأول الذي نادى شهيد المحراب بخروج القوات الأمريكية وأن تكون الحكومة عراقية والدستور عراقي والوزارات مستقلة، وهذه المنادات التي أدى بحياته من أجل العراق ومن أجل شعبه. اليوم نشاهد كثير من أبناء العراق يستشهدون على أيدي القوات الأمريكية، وجود القوات وعدم تطبيق قرار مجلس النواب بخروج القوات الأمريكية من العراق يؤدي إلى عدم استقرار العراق. اليوم أبناء شهيد المحراب يرفعون أبشر يا باقر برجالك، هذه البشارة إن شاء الله بعمل الحكومة وبمنهاج الحكومي وبتطبيقه على أرض البلد يعطي يعني أمل إلى أنه هذه الحكومة جادة في تطبيق بنود الدستور وجادة في تطبيق البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات والبنى التحتية لأبناء الشعب العراقي. إن شاء الله هذه المسيرة المعطاء اللي قدمها شهيد المحراب اليوم الحكومة تكون هي تطبيق ما قدموه وما نادوا إلى، إن شاء الله الأيام المقبلة يكون العراق أكثر استقرار بخروج هذه القوات وببناء العراق وتطبيق منهاج الحكومة بشكل كامل.
ما يجري اليوم في المنطقة هو امتداد القضية الأولى التي ضحى العلماء من أجلها، ونحن نستذكر هذه المناسبة، مناسبة استشهاد السيد الشهيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، الذي قضى حياته علما ونضالا وجهادا في سبيل الله. فبالدماء الزكية تستقر الأوطان وتزدهر ويدفع الشر عنها من الغزاة العادين. لهذا نحن نحتفي بالشهداء، شهداء الأمة الإسلامية أينما كانوا. واليمن اليوم تسير في اتجاه العزة والكرامة على مبدأ النصر أو الشهادة، وهي تدحر الأعداء وتنصر المستضعفين في فلسطين. اليوم الفلسطينيين بحاجة إلى من ينصرهم على مدى 100 يوم، أكثر من 100,000 شهيد وجريح على مرأى ومسمع من العالم، ولم يتحرك إلا قلة من الأحرار. واحد رجب هو واحد ليوم الشهيد العراقي، هو واحد للتضحيات، هو واحد للصمود، هو واحد للمذهب والدين. بدماء السيد محمد باقر الحكيم وبدماء شهداء العراق دامت هذه الثورة المباركة التي انطلقت من عدة سنوات حقيقة، عندما كان سماحة السيد خارج العراق وسقوط صدام حسين. لولا سيد محمد باقر والدور اللي قام به بالأهوار وجمع الأخوان من باقي الكيانات السياسية لما وصلنا إلى هذه الاستقلالية. سماحة السيد كان مشروع عراقي وطني بحت، وهذا المشروع كان هدفه استقلال العراق والنهوض بالعراق اقتصاديا، لكن للأسف الشديد القوى الاستعمارية والاستكبار العالمي استهدف سماحة السيد في مرقد أمير المؤمنين عليه السلام للقضاء على هذه النهضة الشيعية، لكن أبى الله ورسوله ألا أن يتم منوره. وحقيقة استمر هذا المذهب، استمرت هذه التضحيات من جميع الأخوان وفي جميع المكانات في نحاء العراق. الهدف من هذا هو إدامة المذهب والدين وكذلك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نحن شيعة أهل البيت عندنا التضحية والشهادة جزء من مذهبنا وجزء من ديننا، وخير دليل أنه بيت السيد الحكيم حوالي 47 واحد تم إعدامهم قبل الطاغية صدام حسين. نزعل الله تعالى وسبحان الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من ضمن شهداء هذه المسيرة. شهيد المحراب كان رجلا للقيادة، وكان رجلا عالما ربانيا، قدم العشرات من أسرته وسار من خلفه عشرات الآلاف من المجاهدين في هذه المسيرة. ونحن من مطلع الثمانينيات قد رافقنا شهيد المحراب إلى يوم شهادته.
كانت أرواحنا فداء إلى شهيد المحراب، وكانت أجسادنا فداء إلى شهيد المحراب. كنا نتقدم في الخطوط الأمامية في ميادين الجهاد، وكنا نتوقع أنه نستشهد في هذا الطريق، لكن شهيد المحراب أشاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى قد سبقنا بالشهادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا شفيعا يوم القيامة.